السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديسك تينكر كات ده برنامج تقدر تطلبه مجاني، وموقع تقدر تدخل عليه برضه مجاني. أول ما بتيجي هنا بتلاقي الحساب بتاعك، ولو عندك أكتر من ديزاين تقدر تعمل سيرش عليهم. هتلاقي هنا حاجات ال 3D ديزاين، هنا السيركت، هنا الدروس الليشن. إن شاء الله هتلاقي دروس كتيرة لتينكر كات على بيماريبيا على اليوتيوب. أقول له كرييت بروجكت، بروجكت 1 اهوت، تمام. تقدر تكتب اي اسم انت عايزه، البروجكت نيم، الديسكريبشن زي ما انت عايز. هقول له انا عايز 3 دي ديزاين، هيبدأ يفتح لي المشروع بتاعي اهو. هتلاقي هنا لو انت عايز تاخد كوبي، لو عايز تاخد تعمل بيست الحاجة اللي انت واخدها، عايز تعمل تابليكيت للعنصر اللي انت مختاره، عايز تعمل ديليت واندو وريدو. وهنا تقدر تخفي القائمة ديت. القائمة دي هتلاقي فيها أشكال بسيطة جدا تقدر تشتغل بيها، تمام. بيزك شيف تقدر تختار تكست وتكتب اللي أنت عايزه، تمام. تقدر تيجي هنا تقول مثلا بام أرابيا، تمام. تقدر تعمل سوليد أو هول، وتقدر من هنا تغير اللون اللي أنت عايزه، نخليها جرين بام بالشكل دوت. هتيجي هنا هتلاقي شو هول، لو انت في بعض العناصر خفيها، لو عايز تعمل جروب، لو عايز تعمل ان جروب، لو عايز تعمل محزاه للعناصر او فيليب، لو انت عايز تعمل امبورت لاي عنصر من العناصر، لو انت عايز تعمل اكسبورت للعنصر دوت، لو انت عايز تبعت العنصر ده لاي حد من الاصدقاء، تمام، او ترفعه على موقع من المواقع.